وإعلان النكاح يعني بعض أهل العلم قال أنه بالشهادة، وبعض أهل العلم قال أنه الإعلان يكون بإعلان النكاح ببيانه وإيضاحه ونشره وضرب الدف فيه، فهذا يقوم مقام الشهادة. فكلا الأمرين يعني في النكاح أمر مطلوب، والشهادة هي الأصل، الشهادة هي الأصل في ذلك، ولا بد منها، لا بد منها، ولا شك أن الإعلان أمر أيضا أمر مستحب ومرغوب، إظهار النكاح والضرب عليه بالدف وما شابه ذلك، لكي لا يكون أو لكي يكون علامة فارقة بينه وبين السفاح.